رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى تترشح للانتخابات الرئاسية رغم وجودها في السجن. إليكم التفاصيل. رغم وجودها منذ أشهر في السجن وتحديدا منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بتهم معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى، الحزب الدستوري الحر يعلن ترشيح رئيسته عبير موسى للانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في خريف هذا العام. الحزب طالب في بيان نشره على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك بإطلاق سراح موسى ووقف الهرسلة القضائية التي تتعرض لها، محذرا من خطورة سعي السلطة إلى حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية، ومن إقرار شروط ترشح جديدة لم يتضمنها القانون الانتخابي بهدف التضييق على الترشحات وإقصاء المنافسين. كما جدد الدستوري الحر تمسكه بحقه في النشاط السياسي طبق ما تكلفه التشريعات الوطنية والدولية حسب البيان. ويرى حزب موسيا أن اعتقالها هو محاولة من السلطة لاختلاق أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل. ولا يمنع القانون الانتخابي التونسي المواطن الذي تمت إدانته أو يقضي عقوبة داخل السجن أو الذي لديه متابعات قضائية من الترشح للانتخابات الرئاسية.